ساعديني بترجاكي لا تعاقبي شالوا على أخطائي أنا من وين بدي أجيب هالمبلغ الكبير لو سمحتي بترجاكي إيه؟ ساعديني بترجاكي إيه؟ مرت عمي بترجاكي ساعديني وأنا بس تخلص شالوا من هالقصة رح أعمل كل جهدي لحتى رجع لك كل المصاري رح أشتغل ليل نهار ورجع لك ياهم بس ساعديني كاريشما لو سمحتي خدي هالبنت من هون ما بحب كل هالشي خديها لو سمحتي مرت عمي ساعديني بترجاكي شالوا بخطر هلا اتركي رجلي لو سمحتي ما بدي اضربك كاريش ما خديها من هون ما فيني اطلب هذا المبلغ الكبير من حدا يلا من هون يلا تعالي لبره بترجاكي يلا اطلعي قومي ساعديني مرت عمي طولي بالك قومي ساعديني يلا رح يتركوها عايشه مرت عمي بترجاكي أنا ما بعطي غربة 5 ملايين لينقذوا أخواتهم وإنتي غريبة بالنسبة لألي ما رح أعطيكي شي بنوب ماما لكشمي مانا غريبة ريشي شبك أنت؟ ما حكينا لك كل شي؟ ما حكينا لك شو صار؟ ماما شو عم يصير هون؟ هي لكشمي ليش عم تطلعوها برات البيت هيك؟ شو صاير؟ تعال معي شوي ريشي بس ماما كاريشما ماما سكري الباب ريشي بس ماما شوفي يلا سكري روحي من هون خليني احكي معه ماما ريشي ريشي روحي مرت عمي لو سمحتي بترجاكي ساعديني مرت عمي افتحي الباب لو سمحتي اذا بتريدي شالو أنا ما عاد فيني ضيع وقت أكتر لازم أنقذ شالو هلأ مرت عمي أنتي لوين رايحة؟ وين المصاري؟ حاطين لك ياهن بشنتاي؟ وينه؟ يلا قولي وينه؟ لا ما جبتهم مرت عمي ما رضيوا يساعدوني شو؟ وليش ما ترجيتيهن يا بنت ليش؟ حاولت كتير بس مرت عمي ما قبلت تعطيني المصاري أبدا لا مستحيل من وين بدنا نجيب المصاري لك؟ ما بعرف مرت عمي أنا رايحة لعند اللي خطف شالو رح أترجى أنه يتركها لازم ساعدها لشالو ما رح أتركها عنده أنا رايحة لحظة استني شو جنيتي؟ مفكرتي بقربك ولا من عيلتك مثلاً؟ ليش بده يرجع لك شالو بدون مصاري؟ لكن من وين بدي جيب هالمبلغ؟ ما معي هيك مبلغ مرت عمي بدي أعمل أي شيء رح روح وأترجى أنه يتركها لشالو ما حدا رح ينقذ شالو غيري ما في حدا ينقذها